محافظة المنوفية لها حظ يعني وافر وحظ أحسن من أي مكان تاني، زي ما قلت ذكرت من قبل إن إحنا ما عندناش عصبيات خالص، يعني العقلاء مش عايز أقول يعني يمكن المحافظة اللي هي معظمها يعشق الجيش والشرطة، ودليل على ذلك إن معظم الشهداء كانوا شهداء رفح أو الشهداء الأخيرة، العدد يعني من 25 في 21 شهيد عندنا في رفح، ال 11 في 4 شهداء من عندنا من المنوفيه. ده يدل على شيء، انه يدل ان شعب المنوفيه معظم الشباب تتطوع في الجيش والشرطه، انه بيحبوهم في الجيش والشرطه، معظم الناس تعشق الجيش والشرطه، ودي حاجه جميله جدا. انا يعني انا مستاهل شعب المنوفيه.